عجبك شيء استاذ بقدر ساعدك بشيء؟ بليز انا عيد صاحبتي بكره وحابب اهديها شيء بس ما عارفين شو بدي اجيب لها، بشو بتنصحني؟ اوه عندي كولكشن كثير 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 حلوه ومرتبه، اذا بدك فيك تاخذ لها سنسير ذهب او اسواره ذهب، ليك منها تشكيله. لا شوفوا مسيو، لا مش ما عم فكر بيه. طيب جوز حلق، خاتم ذهب، ليك احلى نوعيه عندي. لا مش مسيو، اذا بدك للصراحه خذ لها الماس، الالماس اكثر شيء بيضاين واحلى هديه هي الالماس. دايموندز فور ايفر، ولو هدي على مدى العمر. بس انا صاحبتي يمكن ما تضاين على مدى العمر، يمكن بكره غيرها. اذا شيء بدي اهديها بدي اهديها شيء فضه ماكسيموم، ولا اقول لك اذا في شيء على تنك بيكون احسن. اوه ليش لا، جود تشويس، تنك عندي تشكيله بتطير العقل. فرجيني يلا فرجيني.